الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. رؤيت سقوط البيض في المنام علامة على العين، والحسد الذي أصيب بها صاحب الرؤيا والله أعلى وأعلم. إذا رأت الفتاة أن البيض يسقط من يدها علامة تحذيرية أنها مصابة بالعين والله أعلم. رؤية كسر البيض في المنام علامة على الخلافات والمشاكل في الحياة. رؤية كسر البيض في المنام إشارة على العقبات التي تواجه الشخص في حياته والله أعلم. رؤية البيض النيء في المنام تكون إشارة على ولادة ولد والله أعلم. رؤية البيض النيء في المنام تكون إشارة على أكل المال الحرام. رؤية الرجل بالبيض النيء في المنام تكون إشارة على الاضطرابات في الحياة. إذا رأى الرجل البيض النيء في المنام علامة على الأمور الصعبة والشدائد في الحياة والله أعلم. رؤية البيض في الثلاجة في المنام إشارة على الرزق الوفير القادم لصاحب الرؤيا والله أعلم. رؤية المرأة الحامل أنها ترى البيض في الثلاجة تكون إشارة على ولادتها بفتاة جميلة والله أعلم. رؤية الرجل يأكل البيض النيء من الثلاجة علامة على أكل المال الحرام. رؤية أكل البيض النيء من الثلاجة للشاب الأعزب علامة أنه له مكان وكلام مسموع بين أصحابه والله عز وجل أعلى وأعلم. جمع البيض من تحت الفرخة في المنام علامة على العديد من المتاعب في أمور الحياة. رؤية جمع كمية قليلة من البيض من تحت الدجاج تكون إشارة على الخير الذي يحصل عليه صاحب الرؤيا بكل سهولة والله أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.